ठीक है आओ मेरे पास مع فداءة السعادة سباق ابتداء من 10,000 درهم وكتهديكم كوزينة مجهزة أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى الحصاد اليومي نقدمه لكم من شوف تي في ونستهله بأبرز العناوين. الملك محمد السادس ترأس مراسم التوقيع على 17 اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون بين المغرب ومالي. رابطة الصحفيين الاستقلاليين في ندوة صحفية حول جرائم نهب المال العام بالمغرب من التوظيف السياسوي إلى ضرورة المساءلة. وارتفاع عدد القتلى بكييف والحكومة تقر باستخدام الأسلحة. الآن إليكم التفاصيل. في إطار الزيارة الملكية إلى إفريقيا ترأس الملك محمد السادس وإبراهيم بوبكار كيتا رئيس جمهورية مالي اليوم بالقصر الرئاسي كولوبا بباماكو مراسم التوقيع على 17 اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون بين البلدين، فيما أجريا مباحثات على انفراد وشح الملك محمد السادس خلالها الرئيس بوبكار كيتا بقلادة الوسام المحمدي. هذا فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن زيارة الملك محمد السادس لباماكو تعد دليلا آخر على تعبئة المجتمع الدولي لفائدة جمهورية مالي. تم اليوم بالجديد إلقاء القبض على 5 أشخاص قاموا باختطاف مواطن مغربي مقيم بالخارج يبلغ من العمر 76 سنة من مقر سكنه شرق الصويرة، حيث قام الأشخاص الخمسة أمس الأربعاء حوالي 10:50 ليلا واضعين أقنعة بتقييد حارس الفيلا قبل أن يختطفوا الضحية ويقتادوه بواسطة سيارة خفيفة إلى وجهة مجهولة. تم تحرير الضحية وسيتم تقديم الموقوفين إلى العدالة. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالسلفات الصغيرة في صيغته الجديدة. هذا المشروع يهدف إلى الرفع من مهنية قطاع السلفات الصغيرة وكذا تعزيز اندماجه في المشهد المالي لضمان التنمية المتناسقة والسلسة لهذا القطاع، كما يعزز في الاندماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من خلال توسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة خصوصا فيما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة هذا النشاط. نظمت رابطة الصحفيين الاستقلاليين ندوة صحفية تحت عنوان جرائم نهب المال العام بالمغرب من التوظيف السياسوي إلى ضرورة المساءلة، حيث انتقد الحاضرون سياسة الحكومة في التعامل مع ناهبي المال العام. تفاصيل أكثر في الموضوع مع إسماعيل صفروي ومحمد الواحي. الندوة عرفت مناقشة موضوع الفساد ونهب أموال الدولة، والذي اعتبره الحاضرون أنه يوظف فقط كآلية من آليات المزايدة بين الفرقاء السياسيين. وقد استدعي لهذا النقاش فاعلون جمعويون على رأسهم محمد مسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، والذي انتقد بشدة عدم معاقبة الناهبين والمفسدين. كان مفروض من الحكومة الحالية أن تسعى إلى ترجمة ذلك عبر مخطط تشريعي يسعى إلى حماية المال العام والثروات الوطنية عبر تحريك المتابعات والملفات الراكدة بالمحاكم منذ سنة 2002، بما يضمن استرداد الأموال وضخها في خزينة الدولة وتحسين مؤشرات التنمية. كلما تأخرت الحكومة والدولة وأجهزة الدولة في محاربة الفساد تكون التكلفة الاقتصادية والاجتماعية أثقل وأثقل. كما طالب محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بنشر أسماء المفسدين والناهبين، وهو الشيء الذي يكفله الدستور المغربي من خلال الحق في المعلومة. هي مناسبة
وطالبوا فيها رئيس الحكومة المغربية كرئيس العصبة المغربية للدفاع عن الإنسان، وطالبوا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران للكشف عن لائحة من أشار إليهم في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب، باعتباره يعرف المتورطون في تهريب الأموال والمتورطون في نهب المال العام. الندوة أطرها رئيس الرابطة سعيد الوزان الذي أوضح من خلالها وجوب تدخل الجهاز القضائي في هذا الموضوع بشكل جازر ورادع. هناك أحكام قضائية صادرة منذ عقود من الزمن لا زالت لحد الساعة لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، وهنا نطرح السؤال عاليا ونطرح السؤال كبيرا حول ما المانع، ما هي الموانع الحقيقية أو الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة. هذا وكان قد صرح بن كيران من داخل قبة البرلمان اعتماد سياسة عفى الله عما سلف في حق مرتكبي جرائم النهب، ما اعتبره آنذاك كثيرون ضعفا سياسيا وقرارا غير مسؤول. نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات صحة ما نشرته العديد من المنابر الإعلامية على لسان نائب رئيس جمعية نادي قضاة المغرب أن تعيينات الفوج 38 من الملحقين القضائيين تضمنت ترديات لأبناء القضاة من الجمعيات المهنية. وزير العدل والحريات يؤكد أن أبناء القضاة المعنيين لا يتجاوزون الثلاثة، عينت إحداهم في إحدى محاكم الرباط باعتبارها احتلت الرتبة الأولى في امتحان التخرج من المعهد العالي للقضاء، وتم تطبيقا للمادة 38 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء. سيناريو انهيار المنازل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء يتكرر من جديد. سكان زنقة المتحف المتفرعة عن شارع الطاهر العلوي والمعروفة بسوق تجيجية يستغيثون بسبب الانهيارات المتكررة. ريبورتاج في الموضوع من إنجاز حنان حارث ومحمد القنا. استفاق سكان هذا المنزل الكائن بزنقة المتحف المعروفة بسوق الجيجية على وقع انهيار جزء من البيت ما تسبب في هلعهم. طاح السقف نهار الجمعة مع الجوج الليل، وعاود طاح مع الغد ليه مع ثلاثة العشية الجوج العشية. احنا ناعسين في الليل طاح البيت، طاح قفزنا نضنا، عرفتي كيفاش نضنا حالة كي دايره، كتعرف اللي الانسان ملي كيتخلع ما نعسناش الليل كله، بقينا باركين جمعنا حويجات بقينا باركين، حنا ديك الساعات ما بقى لي بان لينا جمع، ولينا خايفين الدار الاخرى تهبط. المواطنون اتصلوا بالجهات المسؤوله ولم يجدوا اذانا صاغيه. ما كاينش اللي جا شاف فينا من غير المقدم، هو اللي جا دار معاينه جوج الخطرات، عيطنا ليه جا دار معاينه الثانيه وقال لنا 48 ساعه عاودوا رجعوا عندي ندفع لكم القرار تقرير، ما كاين والو، ما كاينش اللي شاف فينا، القيد ما شفناهش. سكان هذا الحي يطالبون السلطات المحليه بالتدخل السريع وايجاد حلول في اقرب وقت ممكن قبل تكرار الحادث فيتحول الامر الى ماساه حقيقيه. الدرب كامل راه كاينين شي ديور مليت اما مهددين للسقوط، احنا الله يجازيك بخير كنطلبوا الاستفاده، احنا ما باغين والو، احنا داكشي اللي كيقولوا خلصوا نخلصوا، بغينا نحيدوا من هنا، بغينا نسكنوا مرتاحين، بغينا نعسوا السقف مقاد، هادشي اللي بغينا، هادشي اللي كنطلبوا راه ما عندناش. احنا ما باغين، ما طالبين حتى حاجه، طالبين دويرات فين نتجمعوا. مسلسل الانهيارات في المدينة القديمة بالدار البيضاء سيظل متواصلا ما دام التفكير فقط في حلول ترقيعية. الوضعية يعني انه كنا كنشوفوا هذا البرنامج ديال إعادة الهيكلة يعني اللي كلف 30 مليار، حنا دابا شنو كنشوفوا؟ يعني كنشوفوا انه كاين الواجهة يعني العكر على الخنونة، في حين ان الناس تم وضعهم في واحد الشباك كيوقع الموت والانهيارات داخل المدينة. إنشاء السور للمدينة القديمة في الدار البيضاء يعطي جمالية للواجهة، إلا أنه لن يحل أزمة السكان. في الشأن الدولي ارتفع عدد القتلى أكثر من 60 متظاهرا اليوم بالرصاص في وسط كييف، حيث أقرت وزارة الداخلية الأوكرانية بأن الشرطة استخدمت الأسلحة النارية للدفاع المشروع عن النفس بعد تعرضها لإطلاق نار في الصباح. المتظاهرون في كييف يحتجزون 67 شرطيا من قوات الداخلية،
هذا وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال موفد إلى كييف للمشاركة في وساطة مع المعارضة بطلب من الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. رياضيا، لوحت رئيسة البرازيل ديلما روسيف بإمكانية استدعاء الجيش لتأمين كأس العالم ردا على تهديدات البلاك بلوك، وأكدت على استعدادات حكومتها لضمان تأمين بطولة كأس العالم بشكل تام حتى إذا اضطرت لاستدعاء القوات المسلحة من أجل ضمان إحكام العملية الأمنية في هذه البطولة التي تستضيفها البرازيل من 12 من يونيو إلى 13 من يوليو المقبلين. فالشرطة الفيدرالية وقوة الأمن القومي وجميع الهيئات الفيدرالية على استعداد تام للعمل بكامل طاقتها، وإذا استلزم الأمر ستستدعي الحكومة القوات المسلحة أيضا. وتأتي هذه التصريحات بعد الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها المدن البرازيلية خلال استضافة البرازيل لبطولة كأس القارات منتصف العام الماضي، حيث شهدت بعد هذه الاحتجاجات أعمال عنف. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الحصاد اليومي، قدمناه لكم من شوف تيفي، في أمان الله.